لبنان وكل الدول العربية. ومع الأطفال في ملاعب الصغار تمكن حكمة وهبي من أن يدخل القلوب بشخصية قريبة إلى القلب لم يكن لها مثيل. ملاعب الصغار، ملاعب الألوان، ملاعب الصغار، حكاية الإنسان. في 20 من أيلول عام 92، وعلى غفلة رحل حكمة وهبي. كان عمره لا يتجاوز 41 عاما، وكان ابنه لا يتجاوز 5 أشهر، لكن السرطان في الدماغ كان أقوى منه. رياض شرارة كان أول المطالبين بإطلاق اسم حكمة وهبي على أحدى قاعات كلية الإعلام، لكن رياض شرارة رحل ولم يحصل لا هو ولا حكمة وهبي على ما يستحقان. حكمة وهبي؟